طلع البدر علينا لثنيات يدها وجب الشكر علينا مدعا لله دا أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير دا. فالشيخ رحمة الله عليه بهذه المكانة هو اللي أنا لقيت له كلام على العجلي. أول من عرفت أنه هو نسب العجلي إلى التساهل. فهو في كتابه الفوائد تعليقه على الفوائد المجموعة ده في الصفحة رقم 64 من الطبعة اللي هي عندي هو موجود راوي في سند حديث اسمه إسماعيل بن رجاء. فالشيخ الشوكاني بيقول حكى ابن حجر في لسان الميزان عن العجلي والحاكم توثيق إسماعيل، قال إن إسماعيل ده ثقة. وعن أبي حاتم اللي هو صاحب أبو ابن أبي حاتم، وعن أبي حاتم أنه صدوق. فالشيخ المعلمي معلق على هذا المكان على هذا الراوي بيقول إيه، لكن ضعفه، يعني ضعف إسماعيل ده ابن رجاء، ضعفه الساجي والعقيلي والدار قطني وابن حبان وابن عدي والبيهقي وأنكروا هذا الحديث اللي هو مذكور عند الشوكان. وقول أبي حاتم صدوق، ده اللي هو بقى تعليقه، بيقول قول أبي حاتم صدوق لا يدفع عنه الغفلة، يعني ممكن أن يكون له غفلة، يعني أن ضبطه قاصر عن درجة الثقة. فإذا وصف الرجل بأنه صدوق فقط بدون أي شيء معناه أنه عدل خف ضبطه. معنى خف ضبطه أنه هو له غفلات وإن كانت لا تنزله عن دائرة الحجية إلى دائرة الضعف. فقال والله التوثيق اللي موجود ده معارض بالتجريح الجماعة اللي أنا قلتهم دول. طب وصدوق؟ قال صدوق دي تهمني أنا، تفيدني في ماذا؟ قال فأن الرجل ده ممكن أن يكون له أوهام، وأن الحديث ده ذكر أن هذا الحديث من أوهامه. لحد كده وكانت التعليقة ممكن إيه تخلص، لكن هو عايز يكمل كلام. فقال إيه، وكذا توثيق العجل والحاكم. ما يدفعوش الغفلة ليه؟ قال فإن كلمة ثقة عندهما، أي عند الحاكم والعجل، لا تفيد أكثر مما تفيده كلمة صدوق عند غيرهما. قلنا لحد كده يعني إيه خليه، قال بل دون ذلك. بس ده اللي هو ذكره الشيخ في
أنا طبعا عدت في السعودية كثير، وكنت أحضر بعض الدروس اللي تسمح لي بها الظروف على الشيخ عبد العزيز بن باز. وطبعا ساعة الشيخ المعلم كان بيكتب كده، هو له مكانة كبيرة جدا، بحيث أنه مش من السهل واحد ذي حالات لسه رايح يشتغل وممكن ما يكونش أطلق لحيته يقدر يدخل في الراجل ده ويقول لا ده أنا كذا، مش سهل أن احنا نفعل هذا. ففي سنة 1413 هجرية احنا حضرنا درس للشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه، وخلينا طالب. هو كان يعني احنا كنا في أصول الدين، فكان الشيخ يعني إذا حضرنا مجلسه يحتفي بينا وكذا، وكان ودودا رحمة الله عليه، يعني إذا رأيته مرة تشعر أنه يعرفك من زمان مش مجرد أنك تلاقيه. فخلينا واحد من الإخوة يسأله ما رأيك في قول الشيخ المعلمي إن العجل متساهل وأنه هو توسيقه ينزل حتى عن الصدوق. وأنا مؤيد الكلمة دي على الكتاب ده من هذا التاريخ. فسئل عن قول المعلمي بهذا في شأن توسيق العجل، فأجاب أن هذا مردود، وأني أنا نظرت في توسيق العجل في عدة أماكن فظهر لي أن توسيقه أعلى وأمتن من توسيق ابن حبان. وطبعا هذا النص ما أنا نشره في كتاب، بس الكتاب إن شاء الله يعني ما طبعش حتى الآن، لكنه منقول بالسماع عن الشيخ رحمة الله عليه. ما مرة تانية إن شاء الله هعد. سئل الشيخ رحمة الله عليه في هذا التاريخ اللي هو أنا كتبت السنة وما كتبش الشهر، ده تقصير، لكن الحمد لله أني كتبت السنة لأن كان ممكن تضيع مني. عام 1413 سئل عن قول المعلم بشأن توسيق العجل، فأجاب برد القول وأنه أي الشيخ خلال نظره في توسيق العجل ظهر له أن توسيقه أعلى وأمتن من توسيق ابن حبان. طبعا الشيخ له موضع ثاني في التنكيل بقى، والتنكيل له قصة لا نطيل فيها. خلاصة الكلام أنه هو الخطيب البغدادي ترجم لأبي حنيفة في تاريخ بغداد وذكر فيه تجريحات كثيرة. الشيخ الكوسري، وطبعا كثير منكم عارفين الشيخ الكوسري، هو الرجل طبعا كانت مكانته يعني معروف الرجل، وهو متوفى سنة 1376. خليها واحد وسبعين، ماشي كويس. هو كمان انه يعرفها لغايه كده كويس، يعني دي شيء جيد. فهو شاهد توفي قبل احنا ما نكون مثلا دخلنا في بدايه العلم يعني، او بدأنا نطلب يعني في المرحله حتى الابتدائيه. فالشيخ الكوسري كتب كتاب ردا على الخطيب البغدادي سماه تأنيب الخطيب فيما ذكره في تاريخه بالنسبة لأبي حنيفة. فالشيخ المعلم كتب كتابه هذا. طبعا التأنيب هو عندي تقريبا، أنا مصور الورقة أهو، عندي الورقة تأنيب الخطيب على ما ساقه في ترجمة أبي حنيفة من الأكاذيب. فالشيخ المعلم كتب التنكيل
بما ذكره الكوثري في التأنيب من الأباطيل. وإحنا بنذكر هذا علشان نعرف الخلفية اللي خلت الشيخ المعلمي رحمة الله عليه يتخذ هذا الموقف من توثيقات العجلي. فإحنا في الجرح والتعديل اللي أرناه في من تقبل روايته ده إنه من الشروط المطلوبة ألا يكون بين الجارح والمجروح أو المتكلم فيه لا عداء شخصي ولا عداء مذهبي ولا خصومة. فالشيخ طبعا إحنا ما حضرناش، أنا نفسي ما حضرتش هذا الأمر، ولكن وصلتني الكتب فقط. ففي التنكيل هذا الشيخ أخذ الكتاب مجلدين، والكتاب فيه فوائد بغض النظر عن أنه صدر بخصوص قضية خاصة، لكن فيه معلومات علمية أنا أشهد بأن هي على مستوى لم يكن أحد في وقت الكوثري في وقت الشيخ المعلم يطرقها. لكن كونه هو أصل الفكرة من أنه يكتبه هو الرد على من سمى كتابه بالتأنيب، وأن هذا سمى كتابه التنكيل، هو ده اللي يعني خلى أن الشيخ في سبيل الوصول يعني نصرة القضية أنه ممكن ياخد ناس كتير أئمة في الرجلين. فهو يتكلم هنا في الجزء الأول صفحة 66 يقول في ضمن الأبحاث يعني أنه ينبغي أن يبحث عن معرفة الجارح أو المعدل بمن جرحه أو عدله إلى آخره، إلى أن قال: فابن حبان قد يذكر في الثقات من يجد البخاري ومسلم. إحنا هيجي لابن حبان بعدين، لكن خلينا نوصل للآخر كده. فيقول: والعجل قريب في توثيق المجاهيل منه. بعد ما قال إن ابن حبان يوثق المجاهيل، قال: والعجل قريب منه في توثيق المجاهيل من القدماء. فده فيه بقى تفاصيل في بقية الكتاب. ما دليلك يا مولانا على هذا؟ قال: لأني وجدت إن عدد كثير من اللي هو يقول فيهم ثقة غيره من العلماء النقاد يقولوا عليهم مجهول. والشخص إذا ذكر دليله يساعدك على أنك أنت تنصفه أو تفهم مراده. فطالما ذكر أن السبب اللي خلاه يقول أن العجل كابن حبان أننا لقيت عدد غير قليل من الذين وثقهم يحكم عليهم غيره بأنه هو مجهول. فزي ما قالوا على ابن حبان يوثق المجاهيل، هذا أيضا وجدته يوثق المجاهيل. فأي واحد ملهوش في الشغل أو كده ممكن تروج عليه الحكاية، يقول لك: آه طب ما هو جاب لك الدليل أهو. لما أنت تمسك ثقات العجلي، طبعا الكتاب مجلدين والعدد فيه يعني حوالي ما أظن مش عارف 2000 ترجمة ولا كام، وتعرضهم ما تلقاش إن عدد اللي هم معارضين بالجهالة عدد يخليه يقال في حقه وثق المجاهيل. لكن قضية توثيق المجاهيل أيضا اللي هو له شغل في الرجال يعرف أنها مش خاصة بالعجلي، أن احنا لما بنجمع أقوال ابن معين نفسه أحيانا نجده في روى واحد يقول مجهول لا يعرف، ويقول عليه في مرة تانية صدوق، وربما يقول عليه في المرة التانية ضعيف، وهو ابن معين. فكون واحد يوثق واحد
ويوجد في قول آخر الحكم عليه بأنه مجهول، هذا لا يدل على أنه يوثق المجاهيل، إنما القدح يكون لو وثق المجاهيل عند نفسه. أما لو وثقتنا المجاهيل عندك فلا ضير علي أبدا، أنا عرفت ما لم تعرفه، وأنا قبل ما جيلك كده اللي شافوني بالعين قالوا الرجل ده هو وابن معين والإمام أحمد طبقة واحدة، أنا مش هزيل لدرجة إنك تقول لي أنت بتوثق المجاهيل. كونك تقيسني بابن حبان، الإمام علي بن المديني يقول الرجل إنما يقاس بأهل زمانه. في الجرح والتعديل لما تيجي تقارن واحد تقارنه بأهل زمانه، ولذلك الدوري لما قالوا له إيه رأيك في العجلي قال إحنا كنا نعده كأحمد وابن معين. فيه ناس من اللي حاولت تثبت تساهل العجلي قارنوه بأحكام الحافظ في التقريب، هذا لا يصلح. انت هات واحد في جيلي وحاكمني عليه، لكن تجيب واحد في آخر بلاد المسلمين وتقول أنا هقارنه بده؟ الرجل يقاس بأهل زمانه، وكذلك أهل مبلغه في العلم، فطالما ناس شافته حي وقالوا كان زي أحمد وابن معين انت قيسه بدول. قال لك ده لسه جاي، ده أنا ابن معين نفسه هشيله. تشيل ابن معين؟ قال اه طبعا اشيله، ما هو عشان القضية تمشي. فلذلك هذا الدليل لا يصلح. اخواننا الباحثين المعاصرين لقوا ان الحكاية دي مش ماشية، فقال لك لا احنا هنجيب حاجة جديدة. ايه اللي هتجيبوها؟ قال هو بيضعف ناس كتير وثقهم غيره. نقول نفس العصرة، ان مخالفة واحد يوثق واحد والتاني ضعفه دي موجودة في الكل. هات اقوال الامام احمد مجموعة دلوقتي في ثلاث اجزاء، وهو رجل معروف بانه ناقد لا خلاف على نقده، وايضا يعني موصوف بالاعتدال، وشوف انت اقواله في الرواة، فتلاقي انه هو مش هو حتى بيعارض يضعف اللي هو وثقهم غيره، لا ده هو له أقوال بتضعيف واحد وتوثيق واحد على نفسه هو. فلذلك أيضا الحجة المتأخرة بأن لقينا كثير ممن وثقهم ضعفهم غيره لا تصلح. إمتى تصلح؟ إذا أنت جمعتهم وجبت لي نسبة، ودي حتى الآن محدش ما شفتش أنا حتى عملها. قلت هو الله طلعوا 50%، محدش عمل كده، انما يجيب لك 50 ترجمة اقول لك اهو. طب والخمسين تحكم على 2000؟ ما تحكمش، انت اجمعهم بالضبط واجمع الاقوال واديني نسبة، وشوف اللي ضعفهم ايضا هل هو ممن يقاس به العجل ولا لا، عشان يبقى قياسك مزبوط. لكن ما تجيبش مسطرة على مزاجك انت عشان تطلع حكمك يوافق ما تريد. فأصبح لا رد توثيق العجلي بأنه يوثق المضعفين من غيره، ولا رده بأنه هو يوثق المجاهيل عند غيره يصلح دليلا لكونه من المتساهلين في التوثيق. ده أمر. الأمر اللي الثاني ان الشيخ رحمة الله عليه الشيخ المعلم في هذا المكان من التنكيل بعد ما قال العجلي قلنا ماشي خلينا ناخد دي، قال لا ده لسه. وكذلك ابن سعد وابن معين والنسائي واخرون غيرهما يوثقون من كان من التابعين او اتباعهم اذا وجدوا رواية احدهم مستقيمة. فأصبح بقى لما دخل غير العجلي مفروض اللي يقرأ السياق يعرف أن القضية مش قضية العجلي، ولكن هي قضية
تعميم مبدأ عشان خاطر نوصل إلى الرد، بحيث يكون هذا تنكيل على التأنيب، مش عشان خاطر احتكام منا إلى القواعد اللي هي بتحكم هذا العلم، ولا بد إن الكل يخضع له. ثم تكلم الشيخ بعد ذلك إن هناك عدد من توثيقات ابن معين بيبنيها على صبر الأقوال، وذكر أمثلة. طبعا الأمثلة دي تروج على اللي ملوش في الصنعة، إنه جايب 20 مثال. من اللي قال إن 20 مثال تمثل مذهب رجل؟ فأنت لما تشوفها كده خلاص آمن، تتبنى الفكر، زي اللي لقي الترمذي قال لك خلاص الترمذي آمن. طب استنى لما حد يتجرأ ويطبع الكتاب باسم كده وابقى اكتبه، يقول لك لا، لازم الأول إن احنا نسبق الإمامة قبل ما تخلص. فتكلم الشيخ هنا على إنه الجرح أو التوثيق بناء على النظر في أحاديث للراوي ده طريقة سلكها ابن معين وغيره، وأن هذه الطريقة لا تصلح. طبعا أنت لو أنت قاري كتب تحس إنه هو بيقول الشمس مش طالعة، إن مسألة الحكم على الراوي بناء على النظر في أحاديثه في كل النقاد اللي اشتغلوا موجود، يقول لك أحاديثه مستقيمة، وإنه وجدت له حديثين منكرين، وإنه له كذا، وهات أنت حتى أقوال الإمام أحمد تلاقيه كلها على كده. فمسألة الحكم على الراوي بناء على أنه صبر أحاديثه، لما نقول إنها مش ماشية يبقى إحنا بننسف كل الجرح والتعديل اللي إحنا موجود معانا، مش حكاية لا ابن معين ولا حكاية العجلي. بس ده اللي يعني إحنا نريد إن إحنا نكتفي به في هذا، وليس مقصود منه أبدا أي اقتراب من مكانة الشيخ المعلم، لا، إحنا مجرد بس إن أنا طبعا كراجل بشتغل في الشغلانة دي 100 واحد بيجيب لنا بحثه أو بيجيب لنا رسالته أو بيجيب له كده ونلقاه، يعني يمكن بالغ 6 شهور ولا كده واحد برضو بيكتب في المجاهيل في رسالة الدكتوراه، راح جاب تساهل العجل وكتب كلام الشيخ ده بحرفه وراح انتهى. انظر التنكيل، نظرنا التنكيل يا عم الحاج. فلذلك بلاش يعني تقليد المسائل إلا لما تبحثها ويتأكد لك إن القواعد تساعد عليها، لكن الجو اللي كتب فيه التأنيب والتنكيل ما يساعدش، مش جو طبيعي للنقد اللي هو ممحص عن التأثر بقضية كانت مثارة في هذا الوقت. فإحنا نستفيد بما في كتاب التنكيل من قضايا، وأيضا لا نأخذ بما يخالف فيه القواعد، وهذا لا يضير الشيخ ولا ينال من مكانته. ولا طبعا أنا قبل ما أجي أقرأ الكتاب اللي هو بتاع أخونا اللي هو كان شغال في التقسيط ده اسمه سعيد أظن أو كده اللي هو في قطر الآن، اسمه يا شيخ أشرف سعيد هو كاتب على الكتاب ذهبي العصر، ماشي على العين والرسم والنش حاجة، لكن ما من أحد إلا يؤخذ من قوله ويرد عليه. والعجيب أنه بعد ما كتب كده عن ابن معين تجد في نقول الشيخ اعتماد لأقوال ابن معين، فمن جمع أقواله على الرجال من كتبه تلاقي فيه أقوال على من ابن معين. فلذلك يعني ما دامت القاعدة لا تساعد فقط، لا نريد أي خلفية أكثر من هذا، ده اللي هو يعني مقصود في هذا. وأن من يقول إن العجلي متساهل وأنه يوثق المجاهيل وأنه كابن حبان ليس مصيبا، وما يقدمه من أدلة على ذلك لا تنهض دليلا على ذلك. وكشيء أنا بقول لحضراتكم عليه وأنا رجل شايب، إن التساهل والتشدد الموضعي يعني اللي فراوي وفراوين وفي كده موجود في كل النقاط،
وأن الحكم بالتساهل أو بالتشدد بيكون على الظاهرة العامة، وإنت عليك إنك تثبت إنت الظاهرة العامة، ما تاخدهاش جاهزة من واحد يحطها لك في جيبك لأنك تحاسب عليها أمام الله سبحانه وتعالى. لا تتبنى شيء إنت أصلاً ما تحملتش مسؤولية العلمية. أتقال لك كده دور خلاص، بدأ بلغت سن الحلم أصبح عليك إنك إنت تبحث وتتبنى أحكام تحاسب عليها بين يدي الله. ده اللي احنا نريده. وخلينا بقى ننتقل بعد كده على حكاية التوثيق، الكتاب الثالث من الثقات اللي هو كتاب ابن حبان. العلماء لهم فضل ومنزلة ووجههم عند مولى الفضل مقبول، قوم إلى الله قد شدت عزائمهم وحبلهم بحبال الله موصول، قوم على الملة السمحاء قد فطروا وشأنهم مع كتاب الله من قولوا. أعطاهم الله ما شاء وأكرمهم، كذاك قال الذي وفاه جبريل، يا ربنا خذ بنا قلبا لساحتهم لنستريح ويحمى القال والقيل. العلماء لهم جاه ومنزلة ووجههم عند مولى الفضل مقبول،